بس لأنه هلأ الناس بجوز تفكر أنه هذا الحكي اللي عم نحكيه مثاليات وماسكات وهذا. أنا بدي أحكي شغلة فعلا وأنت بتأيديني. أكتر من 80% نحن هيك، يعني بجوز اللبس والرتابة قلت لك يمكن اللي بيختلف، بس نحن بنتحاور وبنسمع بعضنا وبنحترم بعضنا وبناخذ راي بعضنا، ومرات لهلا بنختلف انا وياك وبنختلف وبنتخانق. تعي نتخانق داخل حاجه. ليك عبود، خلينا نقفلها، انه الفكره كلها من علاقتنا انا وياك اللي لهلا ورح تستمر باذن الله، اني انا حدا ما بيهون علي الشوكه تفوت فيك عبود. انت مو بس ابو اولادي، انت في امري، انت زميل مهنه، انت غير انك نجم كبير وممثل. أنا لما بوقف قدامك بحس إنه هيك في هيك في حالة تجلي كتير عالية، مو بس أنا، أي حدا مثل قدامك بحس هذا الشيء. بس الفكرة العامة اللي لازم نوصلها للناس إنه الزواج الناجح ليس هو الزواج المستمر. أهم شيء إنه الحمد لله ما عنا أزمة بولادنا، ما عنا أزمة بعلاقتنا الشخصية. أنا بدمك أنت أغلى حدا موجود، أنت حدا يعني الصغيرة والكبيرة كمان باخذ رأيك فيها. لا أنا ما تركته لأرجع له أصلاً، يعني إحنا أوريدي علاقتنا مستمرة. إيمك من كل شيء. أحلى شيء صار شو؟ سلمى ومريم. شرف. هات لأخذك المشوار. لحظة بس. شو؟ كم بدي أقول لك شغلة بس ما راح أقولها، تفضلي. من غير ما تقول، مشكلتي بتعرف شو أبو؟ أنا مرة صعبة كتير، صح؟ آه.